صلاك الله. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أينما كنتم يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية، حيث الانطلاقات مستمرة، الإثارة مستمرة، التحدي مستمر في هذه المسيرة. وضمن إشارة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، الذي يقدم هذه الجوائز تشجيعا وتكريما لأبناء شعبه، نرحب بهذا الشوط ونرحب أيضا بهذه الانطلاقة والمسيرة التي تأتينا دائما في هذه الميادين. على البركة نرحل أيضا مع شوط الجعدان الأول والأربعة كيلومترات التي نتابعها أيضا في هذا الانطلاق. شعار أبو عبد الله، يا سلام، يا راعي الأسد، خلك أسد، خلك أسد يا أبو عبد الله، لين ما توصل خط الأسود هناك اللي هو خط النهاية، سلم المركز الأول بكل أمانة. المركز الأول شماع سعيد بن عبيد بالطبيعة بالمركز الأول، المركز الثاني أقول هني شاهين سعيد المايد بن سالم بن حمود الاشتبي، المركز الثالث الأسد الحميد بن كعيب الفلاسي. من الجانب الآخر نشوف المركز الرابع، في رابع المراكز فهناك أيضا شعار على ظهر نقول سل هود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر علي بن سالم بن علي بن سليم الاشتبي، المركز الخامس هذا الحميد بن كعيب الفلاسي من يتقدم بالمركز الخامس، والمركز السادس أرى في سادس المراكز شعار من قادم هذا السليماني العتيج بن علي بن خفية، ويأتينا أيضا شماع لسعيد بن عبيد بالضبيعة أو جلمود خليفة بن سالم بالضبيعة، هني أيضا شعار يتقدم، أظني شعار بن سرداح، أظني شعار بن سرداح وصالح بن محمد بن سالم الحبسي هو من يأتينا بهذا الهجوم والمتابعة من هذه الشعارات. تقريبا هذه الأسماء الحاضرة مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام، المنظر رائع والميدان جميل والحضور أجمل والمشاركة قوية في ميدان الهباب، في ميدان الهباب نتحرك نحن لنتابع التحدي. شو الصوت الحين زين؟ طيب، نعتذر اليوم اذا كان في خلل هناك عندنا في الارسال، فان شاء الله يكون واضح يعني على شاشة الكاميرا، ولكن الإذاعة عندنا مشكلة مشاهدينا الكرام. طيب نتابع التحدي، نتابع القوة، نتابع الإثارة. المركز الأول اللي طلع من الزحمة طلع اللي هو مغامر محمد بن سعيد بن حمود الوهيبي، من يقدم لنا مغامر، الله، غامر وغامر وانتصر وراح بالمركز الأول. خلاص يا لوهيبي، خلاص يا لوهيبي، الناموس مضمون، الناموس يذهب إلى السلطنة، إلى المنطقة الشرقية، إلى الميدان، ميدان الأبيض مع لوهيبي الذي يقدم مغامر. المركز الثاني شماع سعيد بن عبيد بالطبيعة، والمركز الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة علي بن سالم بن سليم، والمركز الرابع أقول الأسد حميد بن سيف بن كعيب. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. الله 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 يا مغامر، الله 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 يا مغامر، تبغيلك شوية، تبغيلك حركة شوية، اللي تراوينا من طيبك وحسناك. يلا هنقول ماشي، روح 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 روح، ولا عندك منافس، ما عندك، الكل انسحب عن هذا الموقع، الكل انسحب عن هذا الموقع. وعصاف الابطان، عصاف الابطان، ومحمد بن سعيد بن حمود لوهيبي هو يتقدم
على الصدارة ومع مغامر. مغامر مشاهد، وشوف لي المركز الثاني، شوف لي المركز الثاني، يا سلام المركز الثاني والثالث والرابع. بعيد عنا، بعيد، اعذرونا، عندنا كادر واحد وكاميرا واحدة، وخذنا وخذنا بكل معداتنا. الله الله الله، غير 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 بالسرعة، غير بالسرعة، ويحق لك، يحق لك انك تغامر، يحق لك انك تتفنن، يحق لك انك تكيف على المركز الاول. يوم اسبحان في الجو يا لوهيبي، ياهن من النو، الظاهر انه يبغي يعيش جوه، عايش جوك، روح روح يا سلام، هذا المطلوب، هذا المطلوب، والا فلا. مغامر مشاهدينا الكرام، شوفوا خذ اليدين، الله الله الله، يا سلام يا سلام، وروح يا ولد، روح روح يا ولدي، يا ولدي يا ولد، هذا هذا هاي يحبونها الوهيبه، ما اقول انا يا ولدي يا ولدي يا ولد، يقولون نحن يعني نتحمس نتحمس. روح يا لوهيبي، روح يا لوهيبي، روح. الله الله، السلام من الهباب، من الهباب الى 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 ميدان الابيض، في سلطنة عمان، في سلطنة عمان، الى لوهيبي، الى لوهيبي، الى لوهيبي، راعي مغامر محمد بن سعيد بن حمود لوهيبي، نهنيه على فوز مغامر بالمركز الاول. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني، نشوف اللي في ثاني المراكز. وين المركز الثاني؟ المركز الثاني جلمود خليفه بن سالم بضبيع، المركز الثالث ماي هاب حمد بن موسى بن غدير، والمركز الرابع فهنا شاهين احمد بن علي بن محمد بن حميدان، والمركز الخامس والسادس عند اللجنه. تهانينا والناموس يا لوهيبي.